مش هتعلق على أغنية بلالين لمحمد رمضان وتقول أنا مش عارفة هو عاوز يقول إيه بالظبط. في الفيديو ده هنعرف أكتر عن الكلام اللي قالته الفنانة بشرة عن أغنية محمد رمضان ورد كمان محمد رمضان. أنا محمد إبراهيم ودي قناتي، لو أول مرة تشوف القناة أتمنى إنك تشترك فيها دلوقتي حالا وتفعل زر التنبيهات علشان يوصلك كل جديد. نشرت الفنانة بشرة بوست على حسابها الرسمي على فيسبوك وعلقت على أغنية بلالين لمحمد رمضان وقالت أنا مش فاهم هو عاوز يقول إيه بالظبط. وكلمات الأغنية اللي مش فاهمها بشرة هي عبارة عن إن بداية الأغنية محمد رمضان بيقول أغنية بلالين بهديها لكل البلالين اللي نفختهم في حياتي من وأنا صغير لحد دلوقتي، وبدأ يغني الأغنية. بعد لما بشرة سمعت الأغنية دي قالت أنا مش فاهم هو أصلا يقصد مين بالكلام ده أو عاوز يقول إيه. فرد محمد رمضان على حسابه الرسمي على فيسبوك دي الحتة من الأغنية وعليها صورة بشرة، وعلق على الصورة وعلى الأغنية وكتب فهمتي، واضح كده إن محمد رمضان يقصد بشرة من ضمن البلالين. شكرا لكم متابعين القناة، أتمنى إن الفيديو يكون عجبكم وأتمنى إنك تشتركوا في القناة دلوقتي حالا وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد.